من الأدوات أو القطع اللي موجودة دائما في مطبخنا القطعة اللي بنستعملها لتكوير البطيخ أو الشمام. هذه تاعت الشمام وفي عنا دائما تبقى مقاسين على حسب القطعة اللي بدك تستعمليها أو تستخرجيها من الشمام. إحنا اليوم عنا استفادة تانية منها إنه نستعملها لتكوير الجبن. في بعض الأوقات وبعض الوصفات بنحتاج نعمل كور من الجبن، فممكن نستخدمها بهالطريقة وبحصل على كورة بتبقى كتير جميلة لتزيين السلطة وتقديم زي ما بنقول بعض المزات والمقبلات على السفرة.